Audio Jungle. غيديوهم وداكشي كاينين الناس اللي قراو ولادهم كاين اللي ضربوا عليهم التماره قراوهم وصلهم لواحد التوظيف كاين اللي خسر عليه فلوس كاين اللي شاد لا ليسونس كاين اللي شاد ديبلومات كاين اللي شادين باركين مخدامين مرتامين احنا كنشوفوا من ولادنا كاين ولادنا ولاد العائله ولاد كلشي كاين ناس ما خدامينش علاش ما يديروا الشركات يوظفوا هاد الولاد حتى هما يخدموا اولا مشى بعدا لهاد القضيه العسكر راه مزيانه لي هو انا كنقاري وكان راه غيكون قراط غيكون خدام مزيان غادي يكون عنده توايا ما كرهناش حنا حتى حنا الدراري والشباب كله يخدم كرهناش العالم كامل يخدم باش ما يبقاش هاد التهرج ما يبقاش هادشي ديال الدراري الولاد ما خدامينش كيبقاو يبركوا الدراري في الزنقه شي كيشرب شي كيكمي كل الدراري كتلقى الدراري باقيين صغار علاش اللهم يمشيو انا من جهتي اللهم انسان كيمشي لانه كيعاون الشعب كيعاون المغرب كيعاون الوطن كيعاون بزاف ديال الحوايج لانه تو كيحمي الشعب ديالو انت ما كيخليش بنادم غادي الا غادي واحد شاف وحده غادي يتابع واحد راه كتلقى بوليسي حداك كتلقى الامن حداك كيعاونك فهمتي ماشي بحال بنادم كنت غادي بوحدو بالزنقه ما كاين لا امن ما كاينش لا هذا انت كتسمي غادي وانت خايفه انت غادا وهذا بزامك وخايفه هذا ساكك وخايفه ولكن لا راه مشى الشباب لا مشى خدم ومشى حتى هو تطوع ودار حتى هو مجهوده ودار على حساب المواطنين ولا حسبنا احنا ولا حسب تاع الشعب ديالو على الشعب ديالو خو اختو ولا كون الا كان هو عندك خو خدام في العسكر ولا خوك بوليسي كتحسب راسك بانك راك عندك في جنبك هازك انسان ولكن حنايا ما كرهناش الشباب كله يمشي يخدم كرهناهم ولكن على حسب انت من وليدات اللي خدامه امه خسرت عليه فلوس دارت عليه قراتو خسرت عليه فلوس وبغاتو يكون ولكن كاين اللي عندها ولد واحد ما يمكنش تخليه يمشي غادي هازها بارك مع امه كاين بزاف ديال الظروف كاين اللي ام مريضه كاين اللي اب مريض كاين اللي باغي يخد ولده ولكن باش ولده غيمشي يغبر عليه واحد المده وما يشوفوش راه صعيبه شويه ما ساهلاش ما ساهل فرق الوالدين مع عاد باش كتربي ولدك وتقري وتسوي بس صيفطي مازال اوروبا كتكون شويه كاين العسكر كتجي شويه صعيبه صعيبه باش ولدك تصيفطي تخليه واحد المده 6 شهور امين وثلاث سنين ما كتجيبيش ولدك شويه صعيبه صعيبه انا من راسي انا كون عندي ولد ما نقدرش نقولك الصراحه هي مزيانه من واحد الجهه يعني غيخدم غيتوظف غادي يدير بزاف ديال الحوايج وغادي يعاون راسو ويعاوننا حتى حنا معاه ولكن ما بالنسبه له كان وليدات المراه عندها بزاف تاع وليدات عندها 3 ولا 4 ما كاين مشكل انسان يمشي يخدم اما اللي عندها غير واحد راه شويه كتجي صعيبه فهمتي وشكرا على خاص يكون التجنيد الاجباري حتى بنادم كذا بنادم خاصو شويه حتى هو اذا كان شي حرب ولا شي حاجه واخا ما يخدمش حتى هو خاصو هو يعرف كيفاش يدافع على راسو انا كندوي على المراه والراجل حتى هاد اصلا ولا المساواه حنا ولينا دابا في قرن 21 فهمتي بنادم خاصو يدافع على راسو يمشي يتعلم حتى بنادم كذا بزاف كيخرج من القرايه واخا كيكون عنده الباك انا براسي الباك وحاله والو دابا غنمشي نتسجل في ايكول فرونسيز دوك انا داك الباك ديالي ندير به شحال من حاجه عاد والبنات وداك الشيء ماشي هي بنت مرا ما تمشيش ماشي مع التجنيد صافي ماشي مشكل نمشي حيتاش اصلا الشباب كذا بنادم خاصو هو اصلا هو يدافع على راسو ويدافع على البلاد ويدافع على بزاف الحوايج حيتاش بنادم كيخرج من المدرسه ولا الدري كيكون عنده الباك وداك الشيء ما كيلقى فاش يخدم ولا اها والله سي فري كاين حد من دائره هاد البطاله صافي عاش الملك